منذ شهر نوفمبر اعتمدنا على حصيلة النشاط اللي تم خلال السنة الفارطة، وبالتالي من ضمن النقاط اللي لاحظناها هو مسألة الاحتلال العشوائي والاستغلال العشوائي لعديد الشواطئ، واللي نغصت على راحة المصطافين في عديد الشواطئ. اليوم مشينا إلى إلغاء ما يسمى بالتراخيص، ما كان حتى شاطئ، ما كان حتى باركينج موقف اللي يتم استغلاله بطريقة تاع ترخيص أو بطريقة عشوائية. كل هذه النقاط هذو تم استغلالها تنفيذا للتعليمات تاع السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن طريق دفتر شروط وعن طريق مزايدة. هذا الشيء هذا يمنحنا على الأقل 50% مبدئيا ننطلقوا على أساس أنه كل شيء منظم، لكن هذا ما يمنعش ربما يكون فيها بعض التجاوزات. هذه التجاوزات سيتم التعامل معها بحنكة وباحترافية وبالمصالح الأمنية اللي عندهم اليوم على الأقل عندهم قائمة بالمستغلين تاع الشواطئ، وبالتالي الإنسان اللي ما عندوش العقد اللي يتم على البلدية ما عندوش الحق يستعمل أي نقطة من النقاط هذو ويكون تحت طائلة القانون وهي المتابعة القضائية. عندنا 120 كيلومتر تاع ساحل، عندنا 35 شاطئ، أول مرة اللي مشاهد التنظيم هذا. احنا نأمل أنه يؤتي الأكل تاعو في أول سنة، لكن إذا كان سجلنا كذلك بعض النقائص أنه خلال الموسم راح يكون التدخل اللازم والفعال في حينه، ثم ثاني بعد نهاية موسم الاصطياف راح تكون ثاني حصيلة ونقاش، والنقاش هذا العام هذا إن شاء الله راح يكون مع مختلف المتدخلين بما فيهم الجمعيات والنشطاء في الميدان هذا، باش نضبطوا الجانب الإيجابي وندعموه، ونضبطوا النقاط السلبية اللي ممكن راح تسجل ونحاولوا إيجاد الحلول لها. هذا الشيء هذا يتطلب نوع من الاحترافية، لكن يتطلب كذلك، لأن الاحترافية يتطلب أموال، وهذا الشيء اللي افتقدناه العام هذا. قدم جزيل الشكر لجميع المتدخلين خاصة مديري الهيئة التنفيذية اللي خدموا على مستوى مقاييس وأداوا وقدموا الإضافة اللي كنا ننتظرها منهم وأكثر عن طريق المقاولات اللي يتعاملوا معها في مختلف الشواطئ. نقاط نظيفة وكاين نقاط للمتصرفين تاع الشواطئ ونقاط للدرك الوطني، نقاط هذه كلها كانت عن طريق الفولونتاريا، عن طريق المساهمات الغذائية نتاع عديد المقاولات. جزيل الشكر لهم كذلك على الشيء اللي قدموه، ونأمل أنه هذه تكون بداية، لكن كل يوم خلال هذا الموسم راح يكون تقييم يومي أسبوعي لنتفادى ما هو سلبي وندعم ما هو إيجابي بمساهمة الجميع بإذن الله.